تحبوا بعضكم بعضا. مجدا واكراما اكراما ومجدا للسيد القدوس الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الاربعاء 1 ابريل 2020. الفتره اللي جايه دي مهمه جدا جدا، يا ريت الاغلب الناس تلتزم بالبيوت، لانه مفترض ان الفتره دي هي فتره انتشار الفيروس، فكل ما حافظنا على الالتزام في البيت على قد ما نقدر، كل ما قللنا الصعوبات اللي ممكن تنتج عن هذا. يعني حابب اتامل معاكم النهارده في يوحنا 15 من الايه الاولى للايه 13. زي ما سمعنا القرايه، ان العنوان للقرايه دي الثبات في محبه المسيح. الثبات في محبه المسيح، لو تفتكروا اتكلمت معاكم ثلاث انواع الناس. في ناس بتيجي لربنا عن خوف، خايفة خاصة الفترة دي، قلنا كويس ده لو هيقرب الناس لربنا، بس ما نكملش كده، لأن لما السبب اللي احنا خايفين منه يزول، هل هنكمل ولا هنقف؟ في ناس تانية مرتبطة بربنا عشان المصلحة، السوبر ماركت يعني اللي بيديها كل حاجة، فهل نحن نريد الله لذاته ولا للحاجات اللي بيديها لنا؟ والرقم ثلاثة لو انتم فاكرين قلنا في ناس مرتبطة بالله كحب. النهاردة دي مثال ازاي نثبت في الحب. نثبت في الحب، الثبات في الحب مرتبط كتير بالارتباط بكلمة الله بشكل مستمر. يعني مفيش حد هيستمر في محبته لربنا هو مش بيقرأ كلمته، مش بيتأمل رسالته اليومية. محدش هيثبت في الحب وهو مفيش لغة تواصل بينه وبين الحبيب اللي هي الصلاة. ازاي انا بحب ربنا مش بتكلم معاه، ولا عارف اتكلم معاه، ولا قادر اتكلم معاه؟ الثبات في الحب كمان مرتبط بسر المصالحه وسر الافخارستيه باستمرار. الحضور في دايره الحب، دايره الحب انا بشبهها بدايره كبيره فيها الله الاب في الاول، في اول الدايره، هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالناحيه الثانيه من الدايره الرب يسوع المسيح، ليه؟ عشان ينقذني انا تحت الدايرة خالص الإنسان، عشان نرجع تاني ومجد الله من خلال، بيسموها دايرة الحب اللي فيها بنكهرب بنتكهرب. الله يحب الإبن، الإبن يحبني يفداني وخلصني وما زال يحبني، وأنا بدوري إن أنا بحب الآخرين، أظهر صورة يسوع المسيح في الآخرين. نتيجة الثبات في الحب، ثلاث نتائج للثبات في الحب موجودة في آية 7 وآية 8. رقم واحد، تكونون تلاميذي. اللي بيحب ربنا بجد هو تلميذ ليسوع المسيح، اللي ما بيحبوش مش تلميذ، أي حاجة تابع عبد وحسس نفسه كده. لكن عشان كده آية في آية 14 بيتكلم عن لا أسميكم عبيد. ربنا مش عايز عبيد، ربنا مش عايز عبيد. تاني نتيجة للحب هو تطلبون كل ما تريدون فيكون لكم، يعني كل طلباتكم مجابة، بس المهم تكون الطلبات وفق إرادة الله. ما ينفعش أقول الفيروس يصيب فلان ده مزعلني فعلى الله الفيروس يقضي، يعني لا، دي طلبات مش ممكن تتناسب مع محبة ربنا، لكن تكون الطلبة وفق إرادة الله للخير، للمنفعة، دي الطلبات المستجابة. خاصة لما أقول يا رب فلان بعيد عنك قربه، فلان محتاج قوة منك قويه، فلان عزيه، فلان بعيد عنك رجعه ليك توبه يا رب. دي الطلبات المستجابة وبسرعة. يبقى تكونون تلاميذي. تاني حاجة استجابة الصلاة. تالت حاجة الثبات. حابب النهارده حابب اخر فكره اتكلم عن فكره التنقيه. انا الكرمة الحقيقيه وابي الكرام، كل غصن مني اللي يحمل ثمرا يقطع، وكل من يثمر ينقيه ليكسب ثمر. عايز بس اتوقف واختم بالتامل بتاع على كده. ايه فكره التنقيه عشان يجيب ثمر اكتر؟ الناس فاكره اللي حاصل في البلد ده كورونا هي عقاب من الله، مش مظبوط. كورونا ده ربنا بص بقى شاف البشرية بتعمل عمايل، فقال تعالوا بقى، أنا ما صدقت، لقيت واحد متضايق منه وجي تحت إيدي فما صدقت. ربنا مش منتقم، الله الحب لا ينتقم،
الله المحبة لا ينتقم. الله المحبة مش مستني الغلطة عشان أديله بقى، لا بالعكس، ده مستني عشان يرجع. الابن الضالت لو انتوا فاكرين كان ابوه مستني له الرجوع مش الغلطة عشان يرجع لي وانا عاقبه بقى عشان هو سابني. عشان كده من محبة ربنا لينا إذا 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 قدرنا بجد الفترة دي نعمل مراجعة للذات، هو بالتدريج عايزنا نجيب ثمر أكتر لأنه بيحب. هو عايزنا نتطهر لأنه بيحب، هو عايزنا نتنقي لأنه بيحب، هو عايز بيحبنا قوي قوي قوي. والشاطر فينا اللي بيربح في ذاته وبيعمل نوع من التقييم لهذا الحب. تعالوا ناخد دقيقة ونقول يا رب ساعدني أثبت في محبتك عشان أقدر يا رب نتيجة الثبات أكون تلميذ ليك، وكل حاجة بطلبها باسمك بتستجاب ويتمجد أبي. إنك تتمجد يا رب، تتمجد ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. نؤمن بإله واحد. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد.